الورقة الثانية مقدمة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بعنوان دور اللجان الوطنية في تعزيز مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، يعرضها في 10 دقائق سعادة الدكتور محمد عبد الخالق مدبولي مدير إدارة التربية بالمنظمة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أتوجه بجزيل الشكر إلى حكومة المملكة العربية السعودية لاستضافتها ورعايتها لهذا الملتقى الكريم، وإلى معالي الدكتور علي القرني المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وكذلك التحية والشكر لمعالي الدكتور عبد العزيز التوجري المدير العام للمنظمة الإسلامية الإسيسكو. والورقة المقدمة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الحقيقة هي تعظم أو تقترح الكثير من الآليات التي تعظم من دور اللجان الوطنية باعتبارها هي الأذرع الرئيسية الحقيقية في تنفيذ خطط وبرامج المنظمة، وباعتبارها نقاط الالتقاء والاتصال مع حكومات الدول الأعضاء ومع كذلك المنظمات العاملة في المجال. وفي الحقيقة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الكثير من الأنشطة والفعاليات التي أقيمت ونفذت على مدى الفترة السابقة لرفع كفاية وأداء اللجان الوطنية في الدول الأعضاء ولتعظيم الدور الذي تقوم به اللجان الوطنية. ومن المعلوم أنه مسؤوليات الدول الأعضاء تجاه اللجان الوطنية هي تيسير العمل والربط بين الخطط الحكومية للتربية والثقافة والعلوم وبين خطط المنظمات الإقليمية والدولية. وفي هذا الصدد تشير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وتشيد بالتعاون الكبير الذي تجده من حكومات الدول الأعضاء في هذا الشأن، ومدى تيسير سبل العمل وتنفيذ البرامج والفعاليات والأنشطة من خلال اللجان الوطنية. وأيضا على المستوى غير الحكومي هناك الكثير من أوجه التعاون، وترى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أن المستقبل يعني يفرض علينا الكثير من مساحات العمل المشترك مع القطاعات غير الحكومية كذلك، باعتبار أن القطاع الأهلي في الدول الأعضاء وفي كل الدول في جميع أنحاء العالم هو قطاع مرن ومتحرر من كثير من القيود، وبالتالي هو قطاع نشط، وعلى المنظمات أن تتبنى سياسات أكثر انفتاحا على هذا القطاع الأهلي غير الحكومي لارتباطه الوثيق بالميدان وأيضا لتحرره من كثير من القيود التي قد تكون موجودة في القطاع الحكومي. في عرض المفروض عرضها زي الدكتور. من الممكن أن نشير إلى مجموعة من التوصيات التي ترى الورقة ضرورة النظر فيها ومحاولة مناقشتها والعمل بما جاء فيها. فيما يتعلق بالجانب الحكومي ترى المنظمة أنه يجب على اللجان الوطنية أن تكون على تواصل مباشر مع جميع السلطات الحكومية التي تشارك في أعمال المنظمة، كما يتعين عليها أن تقيم علاقات مع الشخصيات الحكومية كالمندوبين الدائمين لدى المنظمة، ذلك أن الوفود الدائمة واللجان الوطنية يطلعان بوظائف متكاملة، وإلى حد بعيد تتوقف جودة مشاركة الدول
الأعضاء في الأنشطة في أنشطة المنظمة على ما بينها وبين الشخصيات الحكومية من تفاعل وحسن اتصال ودوام تبادل للمعلومات. وممثل الدولة العضو بالمجلس التنفيذي لكي يتحقق الانسجام بين مهام الثلاثي المؤلف من ممثل الدولة بالمجلس التنفيذي والوفد الدائم واللجنة الوطنية مع احتفاظ كل من هذه العناصر الثلاثة بخصوصية وظائفها. كذلك على اللجان الوطنية أن تتواصل مع البرلمانيين والسلطات المحلية الذين يمثلون القطاعات الشعبية والقطاعات السكانية المختلفة باعتبارهم ممثلين لهذه القطاعات، حتى تشعر اللجان الوطنية بنبض الشارع في المجتمعات العربية وفي الدول الأعضاء، وحتى تنقل مطالب وتوقعات الجماهير والمواطنين إلى اللجان الوطنية، وبالتالي يحدث نوع من الاتصال في الاتجاهين ما بين المنظمات الإقليمية والدولية وما بين المجتمعات من الداخل. على المستوى غير الحكومي فتعمل اللجان الوطنية في مجالات اختصاص المنظمات غير الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة وأندية الأليكسو والمدارس المنتسبة ووسائل الإعلام الخاصة والعامة. ومن واجب اللجان الوطنية ألا تقتصر على الإنصات لرسالة المنظمات غير الحكومية فقط، بل عليها أن تسعى إلى تشجيع تبادل المعلومات وعقد الاجتماعات معها على فترات منتظمة وتعزيز وتنسيق الأنشطة المشتركة وتيسير علاقاتها مع الدوائر الحكومية. أما على مستوى العمل فيما بين اللجان الوطنية وبعضها البعض، فتعقد أنشطة مشتركة وعلاقات تعاون تتيح لها فرص التعرف على بعضها البعض والعمل معا في حلقات تدارس ودورات تدريبية، ومن الممكن أن تفضي علاقات التعاون إلى التوأمة بين لجنتين أو أكثر تمران بمرحلة في مرحلة تنمية متناظرة، مما ينعكس إيجابا على كل من الدولتين. وفي الختام نقول أن شركاءنا في اللجان الوطنية هم شركاء بالفعل وليسوا مجرد مراكز أو أطراف، وإنما العمل يقتضي منا جميعا أن نمثل شبكة متصلة ومتواصلة بحيث يعني نحقق جميعا ما يتوقعه منا مواطنون في الدول الأعضاء. وفي الختام أكرر الشكر إلى مكتب التربية العربي لدول الخليج وإلى حكومة المملكة العربية السعودية لاستضافتها هذا الملتقى الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.